يؤكد وكيل وزارة النفط والغاز سعادة سالم بن ناصر العوفي أن الدافع الأساسي لرفع الدعم عن منتجات الوقود هو تغيير السلوك الاستهلاكي في السلطنة. وكشف في تصريح خاص للشبيبة أن معدل استهلاك الفرد من الوقود كان أعلى بكثير من المستويات العالمية الموجودة في أوروبا واليابان وغيرها من الدول العالمية، وذلك كنتيجة طبيعية للدعم. ويضيف بأنه بعد رفع الدعم تقلص الاستهلاك بنسبة 4% في حين كانت الزيادة السنوية بين 7 و8%. ويؤكد سعادته للشبيبة أن الحكومة لا تجني أي أرباح من منتجات الوقود داخل السلطنة.